الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الشهيد مريمينا. ربنا يعيد الأيام عليكم بكل خير وينفعنا ببركة صلوات القديس الشهيد مريمينا. وأيضا بشكر كورال الملاك الحارس على الترانيم والألحان اللي هم قدموها لنا النهارده. مريمينا وكل الشهداء استشهدوا من أجل الحفاظ على الإيمان، استشهدوا علشان ما يفرطوش في الإيمان اللي تسلموه من رب الملك نفسه ومن تلاميذه ورسله المكرمين. لكن النهاردة احنا شعارين ان موضوع الإيمان ده ابتدى يتهز شوية ما بين شبابنا وما بيننا احنا كناس كبار. قصد ابتدى يتهز شوية. العالم النهاردة بيقدم لنا فكر ان كل الأديان سليمة، كل الأديان ممكن تؤدي إلى الحياة الأبدية، وأيضا نفس الفكر بيتقدم ما بين الطوائف إن الكل بيعبد ربنا بطريقته وربنا في الآخر مش هتفرق معاه إن أنت بتعبد بالطريقة دي أو بالطريقة دي. في مؤتمر شباب جامعة مرة من حوالي يمكن 3-4 سنين سألناهم سؤال، هل تؤمن أن السيد المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص؟ وكانت الإجابة 37% قالوا نعم. طبعا إجابة تبين لنا قد إيه تأثير الإلحاد ابتدى يأثر فينا وفي أولادنا، إن 37% يقولوا قال المسيح هو الطريق الوحيد، إنما الباقيين يعني 63% يؤمنوا إن هناك طرق أخرى أو أديان أخرى تقدر توصل للمسيح. وابتدى الإنسان المتمسك بعقيدته وبيدافع عنها ابتدوا يسموه انه انسان متعصب، انسان ما عندوش محبة، انسان ما عندوش قبول. ويبتدوا باسم المحبة والقبول ان مفروض ما نتعصبش لطائفة معينة او لدين معين ومفروض نقبل الكل. الحقيقة لو الوضع كده كان يبقى مريمينا غلطان لأنه تمسك بمبادئه وتمسك بعقيدته. ده بولس الرسول في غلاطيا الصح 1 يقول إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيما، أناثيما يعني فليكن محروم. من أكثر الطوائف اللي هي بتتهمنا بالتعصب وبتقدم للناس فكر لا طائفي، يقولوا مش مهم تكون أرثوذكسي، مش مهم تكون كاثوليكي، مش مهم تكون بروتستانتي، مش مهم أنت إيه طائفتك، تعالى ونعبد مع بعض ونصلي مع بعض ونفرح مع بعض. من أكثر الطوائف اللي بتقدم الفكر ده هي الطائفة البروتستانتية، بتقدم الفكر الله طائفة، إني تقول إحنا كلنا مع بعض واحد، كل واحد في المسيح، بلاش تعصب وخلينا نعيش كلنا مع بعض في محبة وفي وحدانية.
بالرغم بولس الرسول قال ايمان واحد معموديه واحده، يعني لابد الايمان يكون ايمان واحد. ولما كان بيطلع اي فكر غريب او اي عقيده غريبه كانت الكنيسه بتجتمع تدرسه بترد عليه وبتقف واقفه واضحه، واقفه واضحه. اي نعم احنا بنحب الكل، لكن ده مش معناه ان احنا نقبل كل عقيده وكل فكر. يمكن اغلبكم سمعتم فروق عقائدية ما بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة البروتستانتية، لكن أنا النهاردة مش عايز أتكلم على الفروق العقائدية لأن أنا عارف أغلبكم سمعها أكثر من مرة، إنما عايز أتكلم على المنهج، الطريقة الأرثوذكسية والطريقة البروتستانتية، المنهج الأرثوذكسي والمنهج البروتستانتي، ونشوف ايه تأثير المنهجين على حياة الإنسان. وبرضو علشان أكون يعني أو عشان كلنا نستفيد من المحاضرة دي، لابد أن أنا أذكر بعض التطرف من بعضنا في ممارستنا للحياة الأرثوذكسية. وأنا أقول ده تطرف لأن مش هو ده المنهج الأرثوذكسي، لكن ربما بعض الأرثوذكس بيتصرفوا بالطريقة دي. فأنا عايز أفرق ما بين المنهج الأرثوذكسي أو التعليم الأرثوذكسي أو ما يحدث من بعضنا من تطرف، وهشرح إيه اللي أقصده بالكلام. أول فرق ما بين المنهج الأرثوذكسي والمنهج البروتستانتي إن المنهج الأرثوذكسي يركز على السيد المسيح وأيضا على أعضاء جسد المسيح، ما بيركزش فقط على المسيح إنما بيركز على الإنسان ككل أو الكيان ككل، لأن سيدنا المسيح قال إن هو الرأس وإحنا الأعضاء. إنما المنهج البروتستانتي بيركز فقط على المسيح، على الرأس، ما يركزش على الأعضاء. أقولك يعني أعضاء في جسد المسيح هم مين؟ القديسين. القديسين دول أعضاء في جسد المسيح. يقول لك انا مليش علاقه بالقديسين، انا لا اعمل لهم تمجيد ولا احتفل بيهم ولا اطلب شفاعتهم، هم في حالهم وانا في حالي. ايضا المنهج البروتستانتي يؤمن بالعلاقه الفرديه ما بين الانسان والمسيح، العلاقة الفردية الخاصة ما بين الإنسان والمسيح، ويقولوا كده ركز فقط على المسيح ما تركزش على حد تاني. وأحيانا يشككوا الناس ويشوفك تخش الكنيسة الأرثوذكسية يكلموك على مريمينا ويكلموك على مريجيس ويكلموك على عذراء، طب فين المسيح؟ فين المسيح وسط كل ده؟ طب تعالوا نشوف هل المنهج ده سليم ولا لا. في الفردوس لما ربنا خلق آدم، آدم ما كانش مبسوط لأن ملقاش له معين نظيره. ربنا كان ممكن يقول له أنت ليه مش مبسوط يا آدم؟ ركز فقط علي، أنت ليه عايز حد تاني في حياتك؟ إنما ربنا اللي خلقنا عارف إن زي ما إحنا لينا علاقة مع الله لابد يكون في علاقة مع الآخر. مش كده قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده. لما سئل السيد المسيح إيه أعظم وصيتين؟
أو إيه أعظم وصية؟ الحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، وحب قريبك كنفسك. إن كنا نؤمن فعلا أن الكنيسة جسد المسيح وأنا عضو في الكنيسة، أي عضو في جسدك هو مرتبط بالرأس، أي عضو في جسدك مرتبط بالرأس عن طريق الأعصاب، والأعصاب بتحرك هذا العضو، ولكن أي عضو أيضا في جسدك مرتبط بكل الأعضاء الأخرى، مرتبط بكل الأعضاء الأخرى. لو ابتدينا نقطع في الأعضاء دي يبقى الإنسان مشوه. يعني لو جينا قطعنا إيد، قطعنا رجل، بدينا نشيل بعض الأعضاء، يبقى الإنسان في الآخر بإنسان مشوه. فلابد كل عضو يرتبط بالرأس بالمسيح ويرتبط أيضا بباقي الأعضاء. أي نعم أحيانا في بعض مننا بيتطرف. يعني ايه يتطرف؟ تلاقيه مثلا شاف كل افلام القديسين، حافظ كل سير القديسين، حافظ المعجزات، انما ما قراش الكتاب المقدس. ده تطرف، مش هي دي الارثوذكسيه. لو انت عارف كل قصه القديسين والمعجزات بتاعتهم لكن ما قريتش الكتاب المقدس او ما خلصتوش او ما فهمتوش، يبقى في تطرف هنا عنه. انا عايز اسالك سؤال، هما القديسين صاروا قديسين ازاي؟ من خلال كلمه ربنا، من خلال الكتاب المقدس. يعني لما تروح لواحد وتقول له يا فلان انت بتقرا الكتاب المقدس، فيرد عليك يقول لك انا بعرف معجزات البابا كيرلس. طب ده كويس، بس البابا كيرلس صار قديسا ازاي؟ من خلال حفظه الكتاب المقدس، من خلال ممارسته الكتاب المقدس. فمن هنا زي ما احنا بنحب القديسين وزي ما احنا حافظين سيرهم وزي ما احنا عارفين معجزاتهم، لابد ان يكون لنا علاقة ايضا بالسيد المسيح وبكلمته علاقة مباشرة. زي ما قلت لكم ان لو ابتديت من جسم انسان تشيل اعضاء يبقى الانسان ده مشوه. طب ولو جيت من جسم انسان وشلت الرأس حتى لو بقيت الاعضاء مرتبطة ببعض، الانسان ده الانسان ايه؟ انسان ميت. فلو انت ليك علاقة بالقديسين لكن مالكش علاقة بالسيد المسيح، فين الحياة؟ فين الحياة؟ من هنا التعليم الأرثوذكسي يحافظ على التوازن ما بين علاقتك الشخصية الفريدة بشخص السيد المسيح، علاقتك بالرأس، وأيضا علاقتك بباقي الأعضاء. باقي الأعضاء سواء موجودين هنا على الأرض اللي بنسميها حياة الشركة في الكنيسة، أو سواء موجودين في الفردوس اللي هم أبائنا القديسين. فعلى الأرض لينا حياة شركة بعضنا مع بعض، وأيضا مع أبائنا القديسين والشهداء لينا حياة شركة، بنفرح معاهم، بنعيد معاهم، بنطلب شفاعتهم، وأيضا نحن نصلي لأجلهم. احنا بنصلي من أجل القديسين في صلاة المجمع، مجمع القداس، أبونا بيقول إيه؟ لأن هذا هو يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسين. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البر. وبعدين الأبناء القديسين رؤساء الأباء والأنبياء والرسل المبشرين، لا تقول إيه؟ وبالأكثر القديسة مملوءة مجدًا العذراء كل حين والدة إله. يعني كده أبونا في المجمع بيقول يا رب إحنا بنصلي من أجل العذراء،
وانا بصلي من اجل يوحنا المعمدان، وانا بصلي من اجل استفانوس، انا بصلي من اجلهم. شركه حب في رداس الكرولوسي بعد ما يخلص كده المجمع يقول له ايه؟ اننا يا سيدنا لسنا اهلا ان نتشفع في طوباويه اولئك القديسين. وانا مين يا رب اللي اتشفع في العذراء؟ احنا مين اللي اتشفع في يوحنا المعمدان؟ احنا غير مستحقين، لسنا اهلا ان احنا نتشفع في طوباويتهم، لكن هم قيام عنا امام منبر ابنك الوحيد يتشفعون في ضعفنا ومسكنتنا. دي حياه الشرك. انما التعليم البروتستانتي او المنهج البروتستانتي يقول لك ركز فقط على المسيح، ركز فقط على المسيح، اعمل علاقه مع السيد المسيح، انما مالكش علاقه بالباقي. النقطه الثانيه في الفرق ما بين المنهج الارثوذكسي والمنهج البروتستانتي، المنهج الارثوذكسي يعتمد على التلمذه والخبره، وهشرح لك يعني ايه. انما المنهج البروتستانتي يعتمد على الخبره فقط، الخبره فقط دون التلمذه. اقصد ايه التلمذه والخبره؟ والخبره فقط. تلاقي ممكن يكون ولد بيشتغل في ورشه فتعلم، بس تعلم عن طريق ايه؟ الخبره. تعلم عن طريق الخبره. انما المهندس بيدرس، خد المنهج، خد التلمذه، وبعد كده يمارس. فبالممارسه يبقى عنده الاثنين، عنده التلمذه وعنده الخبره، يبقى اكفى. لكن لو واحد درس فقط وعمره ما مارس هيبقى طبعا ده مستوى ضعيف. اشرح لكم الكلام ده بالنسبه للمنهج البروتستانتي والمنهج الارثوذكسي. تعال مثلا نشوف الصلاه. في الصلاه يقول لك في المنهج البروتستانتي يقول لك كلم ربنا، كلم ربنا كصديقي، افتح قلبك وكلمه. فيتعودوا ان هما يتكلموا مع ربنا من قلبهم. واحيانا لما تسمع الصلوات زي مثلا في اجتماعات الصلاه بتاعتهم يقول لك نصلي، كل واحد يصلي، اللي قلبه يحركه يصلي يصلي، واحيانا مش اللي قلبه اللي روح يحركه يصلي يصلي ويصلي. في المنهج الارثوذكسي يقول لك انت علشان تصلي لابد ان انت تتلمس. تتلمس على فين؟ على الاجبيه. ايه الاجبيه دي؟ الاجبيه دي عباره عن كتاب المزامير. طب هو مين كتب المزامير دي؟ كتبها الروح القدس على فم داود واخرين. يعني انت بتاخد بتتعلم الصلاه من الروح القدس. على اساس ان الاجبيه دي مدرسه، بعد ما انت اتعلمت تقدر تكون صلواتك الخاصه. احيانا في تطرف بيحصل ان انا بكتفي بالاجبيه وعمري ما ابتديت اكون صلواتي انا الخاصه. زي واحد راح المدرسه واتعلم وخد الشهاده بس عمره ما مارس. الهدف من الاجبيه ان دي مدرسه بتعلمك ازاي انت تصلي. تخيل بقى لو الانسان صلى الاجبيه وابتدى يكون صلواته هو الخاصه، ده هتكون صلواته اجمل واكمل من الانسان اللي بيعتمد على الخبره فقط. وطبعا بلا شك الانسان اللي هو مجرد بيصلي الاجبيه دون ان يكون صلواته الخاصه ده طبعا تلاقيه لو جه مره
قلت له قوم صلي، ما عرفش قلت جملتين ثلاثة، لأن هو ما تعودش إنه يكلم ربنا. وده بقول ده منهج تطرف غلط. إنما منهجنا الأرثوذكسي إن الإنسان بيصلي بالأجبية عشان يتعلم منها إزاي هو يكون صلواته الخاصة. بيبقى صلواته فيها كل أبعاد الصلاة، فيها مشاركة المشاعر مع الله، فيها الطلبة، فيها التشفع من أجل الآخرين، فيها الشكر، فيها التسبيح، فيها كل أنواع الصلاة. لكن في المنهج البروتستانتي يركز فقط على خبرتك انت مع المسيح، ما يركزش على حتة التلمذة. ولان هما ما بيركزوش على التلمذة، علشان كده ما عندهمش مثلا سر الاعتراف. هو ايه سر الاعتراف؟ ده تلمذة. واحد بيتلمذ على اب، اب بيخطو خطوة خطوة بيعلمه ازاي الصلاة، ازاي قراية الكتاب المقدس، ازاي يصوم، واحد بيعلم واحد. انما هما يتعلموا بنفسهم، ما عندهمش حتة التلمذة. بالرغم السيد المسيح قال اذهبوا وتلمذوا، اذهبوا وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وتلمذوهم. تلمذوهم لما يقروا هم احيانا كلمة تلمذة دي يعملوا فصول تلمذة، بس ما عندهمش التلمذة الفردية واحد لواحد، ما عندهمش التلمذة. نعم احنا كنيستنا فيها التلمذة الفردية، كل واحد من الشعب له أب اعتراف يتلمذوا يعلموا. ايضا الفرق الثالث ما بين المنهج البروتستانتي والمنهج الأرثوذكسي، المنهج البروتستانتي يؤثر جدا جدا في العاطفة، إنما المنهج الأرثوذكسي يؤثر في الروح مش في العواطف. يعني تعالوا مثلا شوف بعض الترانيم، أنا يعني إدخال جزء من العاطفة ده مش غلط، لكن ما تبقاش هي العاطفة هي الحاجة الوحيدة اللي هي بتأثر في علاقتي مع ربنا. وهقول لك ليه. بس شوف مثلا بعض الترانيم، بتاعة أسبوع الآلام، تلاقي الترانيم كلها بتتكلم على العاطفة، عاطفة ازاي المسيح تألم. يعني زي ترنيمة مثلا برغم يعني ترنيمة كويسة، بس انا بقول لكم مش هي الاساس، زي ترنيمة وحبيبي وحبيبي اي حال انت فيه، او زي ترنيمة عند الصليب وقفة مريم. كل الترنيمة دي بتمس عاطفة ممكن تخلي الانسان يبكي. إنما مثلا نشوف الألحان بتاعت الكنيسة بتاعت الجمعة الكبيرة، ما تتكلمش، ما تخاطبش العاطفة، إنما تخاطب روح الإنسان. شوف مثلا لحن زي أمونو جانيس، يقولوا فيه لما يشوف المسيح على الصليب، ولكن هما شايفين في المسيح اللي هو على الصليب ده المتألم، شايفين فيه قوة انه صح في الشيطان. فيقول مثلا قدوس القوم الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. كلام مش عاطفي بس كلام قوي، كلام يبين لنا قد ايه قوة الهنا. يرى المسيح وهو قد ملك على خشبة، فالكنيسة تبتدي ترنم وتقول له لحم ديك ثرونس كرسيك يا الله الى ظهر الظهور، قضيب الاستقامة هو قديم ملكك. العاطفة تخدع الإنسان. يعني العاطفة تخدع الإنسان؟ ف
تفرج على فيلم تلاقي ممكن تبكي في الفيلم ده برغم انك عارف تمثيل في تمثيل، انما العاطفه تخدع الانسان. عقلك عارف الدور اللي بيمثله، انما تلاقي نفسك تشديد تنفعل تتفرج كده على فيلم بتوع الاكشن، او ممكن تبكي ممكن تضحك. علشان كده يشبهوا العاطفه، يقول لك دي زي نار في القش، لما تجيب قش وتولع فيها نار تعلى 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 تعلى، انما بعد كده ايه تطفي بسرعه. انما المنهج الارثوذكسي الحنه كنسيه يقول لك زي الحفر في الصخر، لما تيجي تحفر في الصخر حاجه تثبت ما تتمحيش. في تطرف عندنا، مع ان برضو عشان اكون زي ما قلت لكم نستفيد من المحاضره لازم اقول لكم برضو على بعض التطرف اللي بيحصل. تلاقي بعض اولادنا او بعض شعبنا ممكن يكون حافظ الحان بس مش فاهم معناها، بيقولها ويجيدها ولكن مش فاهم معناها، او بقي الهدف هو الاداء مش الصلاه باللحن. فازاي نطلع نقول يوم الجمعه العظيمه اجيوس الحزين وبكسرونوس وطيشور الكبيره، ازاي نقولها باداء رائع؟ ده طبعا حاجه كويسه ان احنا نحافظ على الاداء، لكن هل انا صليت اللحن؟ هل انا فهمت معنى اللحن؟ هل انا روحي تاثرت باللحن ده ولا لا؟ طبعا لو انا بصلي اللحن تاثيره هيكون اقوى كتير. انما في المنهج البروتستانتي لما تيجي تحضر مثلا اجتماع بتاعتهم او مؤتمرات يدولك جرعه كبيره جدا جدا من الترانيم، ترنيمة ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة ولا الخامسة، ترنيم دي مع الموسيقى مع المعاني العاطفية الموجودة فيها فعلا تؤثر في العاطفة، فتخلي الإنسان كده يحس كده زي نار ابتدت تولع في القش، تلاقي بقى الإنسان ابتدى يتفاعل عاطفيا. لكن التأثير ده أحيانا ما يستمرش، ومن هنا بعض التفاعل العاطفي ده يظهر إن بعض الناس وهي بترنم تبتدي تسقف او تبتدي يعملوا حركات بجسدهم تقارب الرقص او تبتدي يحركوا كده ايديهم كده، ده كلها انفعالات عاطفيه انفعالات عاطفيه. انما المنهج الارثوذكسي منهج روحي ليس منهج عاطفي. ايضا الفرق بين المنهج الارثوذكسي والمنهج البروتستانتي، المنهج الارثوذكسي يعتمد على اللاهوت الابائي، اللاهوت الابائي، اما المنهج البروتستانتي يعتمد على اللاهوت الحر، يسموه ليبرال ثيولوجي، اللاهوت الحر. ايه حكاية اللاهوت الحر دي؟ ان كل واحد يكون مفهومه الخاص عن اللاهوت، ولهذا السبب لان كل واحد له مفهومه الخاص اللاهوتي تلاقي الطوائف البروتستانتية متعددة جدا، لان كل واحد طلع بفكرة معينة لاهوتية عمل طيف. تلاقي في الميثودست، في البرسبيتيريان، في البابتست، في الايفانجيليكال، في انواع كثيره. انما لاهوتنا يقول لاهوت ابائي، اللي تسلمناه من الاباء واللي تسلمناه من المجامع المسكونيه. ايه التخوف من اللاهوت الحر؟ ليبرال ثيولوجي، ان اللاهوت الحر ده ممكن انسان بسهوله جدا يقع في هرطقه بسهوله جدا، انما اللاهوت الابائي بيبقى فيه حمايه، الاباء حطوا لنا
القانون الإمام حطولنا التعليم، والتعليم ده لو بخرجش منه. كنيسة اجتمعت في المجامع وحطت التعليم وسلمته من جيل إلى جيل. علشان كده بعض فعلاً الطوائف دخلوا في انحرافات وبدع ودولت ابتدوا من البروتستانت. زي مين مثلاً؟ زي المورمون. المورمون دولت ابتدوا من البروتستانت اللي هما يؤمنوا بتعدد الآلهة ويؤمنوا إن الإنسان نفسه ممكن يبقى إله. أنا مرة قابلت واحد اتناقشت معاه فبيقول لي إن أنا إله لابني. فسألته قلت له إله لابنك with small g ولا with capital g؟ يعني مثل God تبقى أنت كإله لابنك small g ولا capital g؟ أنا قلت يمكن مثلا بياخد الآية بتقول أنا قلت أنكم آلهة، بس لما تقرا الآية دي يعني God's ليها small g. قال لي لا with capital g. مثلا شهود يهوه اللي هم لا يؤمنوا بلاهوت السيد المسيح، يؤمنوا المسيح ده هو الملاك ميخائيل، حاجه كده ما بين الله والانسان. دول كانوا بسبب الليبرال ثيولوجي اللاهوت الحر ده. الادفنتست والسبتينيين كل هالطاقات دي خرجت بسبب ايه؟ بسبب اللاهوت الحر. انما احنا عندنا لما نيجي نفهم عقيده نشوف الاباء قالوا فيها ايه. ده اللي بنسميه باتريستيك ثيولوجي. الاباء قالوا فيه ايه؟ ايضا لان البروتستانت خرجوا من الكاثوليك. كلمة بروتستانت عن بروتست، بروتست يعني يعترض، فهم خرجوا لأنهم كانوا منشقين عن الكاثوليك. يعني مارتن لوثر كان راهب كاثوليكي منشق عن الكاثوليك. أيضا يستخدموا اللي بنسميه اللاهوت المدرسي سكولاستيك ثيولوجي. إنما الكنيسة الأرثوذكسية تستخدم اللاهوت السرائيلي ميستيكال ثيولوجي. ايه الفرق بين اللاهوت المدرسي واللاهوت السرائيلي؟ يبقى انا قلت احنا لاهوتنا باتريستيك ابائي وميستيكال، انما عندهم هما it is liberal لاهوت حر كل واحد يفكر زي ما عايز يفكر، وايضا سكولاستيك مدرسي. يعني ايه مدرسي؟ اللي طلع حكايه اللاهوت المدرسي ده توماس اكويني، توماس اكوانس، ده لاهوتي كاثوليكي. انه عارف زي مدرسه كده عايز يفهم لو مثلا من النقطه الف للنقطه ب ازاي ده حصل. احنا في اللاهوت الارثوذكس نقول ده سر ما اقدرش اشرحه، ده سر يفوق العقول. انما في اللاهوت المدرسي يحاول يشرح البروسيس ازاي ايه اللي حصل. اديك مثال عشان اشرح لكم اللي عايز اقوله. يعني احنا بنجيب الخبز نصلي عليه يحل الروح القدس على هذا الخبز يحوله الى جسد المسيح. لما تيجي تقول لي اتحول ازاي الخبز لجسد المسيح اقول لك ما اعرفش، ده سر ما اقدرش اشرحهولي، ده سر يفوق العقول. انما جه توماس اكوين قال احنا نشرح البروسيس دي ازاي حصل التحول ده. في كذا نوع من انواع التحول، في تحول في الشكل، الشكل بالانجليزي معناه فورم، فلو هو تحول في الشكل يبقى نسميها ترانسفورميشن. فلا ما اقدرش اسمي ده تحول في الشكل لان الخبز بيفضل خبز زي ما هو، فما اقدرش استخدم كلمه ترانسفورميشن.
طب التحول بيبقى في ايه؟ قال في المادة نفسها، الخبز المادة نفسها بتتحول لجسد المسيح. طب المادة دي اسمها ايه؟ اسمها سبستنس. عشان كده هما الكاثوليك يؤمنوا بعقيدة اسمها ترانس سبستانشيشن، جاي من كلمة سبستنس، ان المادة هي اللي بتتغير، ترانس سبستانشيشن. احنا ما نستخدمش كلمة ترانس سبستانشيشن ولا ترانسفورميشن، نقول تشينج، يتغير، يتنقل، يتحول. ازاي؟ يقول لك ما اعرفش. ما تقوليش ايه اللي بيتحول فيه، ده سر. ربنا قال خذوا كل هذا هو جسد، ده جسد المسيح. لما جه مارتن لوثر ما عجبتوش كلمه ترانسبستانشيشن دي، وقال دي غلط، انا بوريك ايه مشكله اللاهوت المدرسي ازاي ممكن يدخلك. فجه مارتن لوثر قال لا، الحقيقه اللي بيحصل من الخبز للخمر، من الخبز للجسد، دي مش ترانسبستانشيشن. استخدم كلمه ثانيه، قال لك ان الجسد ده مساوي لجسد المسيح، فقال لك يبقى consubstantiation. والكنيسة اللوثرية بقت النهاردة تستخدم التعبير consubstantiation. consubstantiation يعني substance دي زي substance دي، يعني يقول لك يحل فيها المسيح. دي بقى اللي خلت بعد كده الترم اللي استخدمه المساواة اللي استخدمه مارتن لوثر consubstantiation، دي اللي فتحت الباب بعد كده ان يقول لك ده للذكرى، ده مش جسد المسيح. اصنع، ويستخدم الآية بتاعت اصنع هذا للذكرى. ابتدت منين؟ ابتدت من اللاهوت الكاثوليكي transubstantiation. لوثر دخل بعد كده consubstantiation، وبعدها ابتدوا ينكروا التحول لجسد المسيح وان ده جسد حقيقي للمسيح. انا بوريك بس ازاي يعني لما الواحد يبتدي غلط ده ممكن يوصله لافكار تانيه. يبقى اللاهوت الارثوذكسي لاهوت سرائري، نؤمن بسر، يعني انا بحترم قدرتي، ما اقدرش افهم كل حاجه، ففي حاجه اسميها سر. حتى بولس الرسول لما تقرا مثلا في افسس يتكلم على السر الذي اعلن، الذي كان مخفيا واعلن، سر اعلن، انما ما اقدرش افهم حتى السر ده ماشي ازاي، لكن سر اعلن لينا. انما في اللاهوت المدرسي عايز يفصص كل حاجه، يضعها تحت المنظار البشري، ودي اللي فتحت الباب لوجود طوائف بعد كده. الفرق ايضا بين المنهج الارثوذكسي والمنهج البروتستانتي، المنهج الارثوذكسي ستراكشر، منظم مرتب، انما المنهج البروتستانتي ما فيهوش ستراكشر، واحيانا ينتقد الاستراكشر، الترتيب والنظام، وتلاقي يقول لك انا ما احبش اصلي في ستراكشر تشيرش. بعض الشباب يقول لهم كده، يقول لك ما احبش الاستراكشر تشيرش. طب انا اقول لك على حاجه، هات اي شركه وما تعملهاش ستراكشر، ما تعملهاش هيكل كده ونظام، هتنجح؟ مش هتنجح. ده بولس الرسول اتكلم عن الاستراكشر، قال وضع الله في الكنيسه اولا رسل ثم انبياء، حط ستراكشر ربنا، والا ما كانش يقول اولا ثم وبعد ذلك، وفي ستراكشر. مش كده؟ لما تيجي تخش الكنيسة في structure، عارف، والstructure ده احنا بنسميه طقس، نظام، ترتيب، قراءات متفق عليها، ده تساعد في البنيان اكتر. خلاص انت لو رحت مدرسة وكل مدرس داخل بيدرسك زي ما هو عايز، ولا مدرسة تانية في منهج بيدرس ده وبعد كده يدرس ده وبعدين يدرس ده، مين اللي يجيب نتيجة أحسن؟ فإحنا كنيسة منهجية، في ستراكشر، كل حاجة
يعني الواحد بس لو يدرس يشوف عمق الكنيسة قد ايه. انما عندهم الاستراكشر ده مش موجود. كان مثلا يوم الحد لو رحت خمس ست كنايس بروتستانت كل واحد يوعظ بواحد اختار اصحاح واحد اختار اصحاح تاني واحد اختار اصحاح تالت كل واحد براحته. احنا يمكن ما بنحسش بقيمه الاستراكشر ده لان احنا ما درسناهوش. احنا مش فاهمين ليه بيحصل. اديك مثلا مثال، كلكم الحد اللي فات شفت مثلا طقس تجليس قداسة البار. مثلا لقيته اول حاجة في الطقس هوريك بس قد ايه النظام جميل وله معنى جميل. لقيت اول حاجة كان شماس واقف قصاد الباب بيديله المفتاح وبعدين ابواب الكنيسة مقفولة وهو بيفتح الباب وبيدخل. ربما البعض شاف المنظر ده وعجب، بس هل فكرنا ايه المعنى له؟ ليه ده بيحصل؟ ليه النظام ده موجود؟ ايه المعنى بتاعه؟ لما تقعد بقى تدرس المعنى بتاعه تلاقي المعنى جميل جدا جدا. هي كل الاحداث بتدور على الراعي الصالح، حتى الانجيل بتاع القداس على الراعي الصالح يوحنا 10. طب لو تقرا يوحنا 10 يقول لك ايه؟ يقول لك الذي يدخل من الباب هو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته. أما الذي يطلع من موضع آخر ولا يدخل من الباب فذاك سارق ولص. فمعنى أنه هو بيفتح الباب وبيدخل معنى أنه هو البطريرك الشرعي، معنى أنه هو داخل من الباب، هو راعي الخراف مش جاي من موضع آخر. لهذا يفتح البواب، يفتحوا له الباب يسلموا المفتاح وداخل والخراف تسمع صوتها. طبعا معنى جميل جدا، لكن لو انا مش فاهم المعنى النظام والترتيب ده ليه الكنيسه بتسلمه المفتاح اللي هو بيفتح الباب وليه بيدخل ايه المعنى؟ اه طقس وعد. ايضا الفرق بين المنهج الارثوذكسي والمنهج البروتستانتي، المنهج الارثوذكسي يعتمد على الكتاب المقدس والتقليد، تقليد اللي هو تراديشن. اما المنهج البروتستانتي يعتمد على الكتاب المقدس فقط. يعني ايه التقليد؟ يعني في حاجات ما اتكتبتش في الكتاب المقدس لكن سلمت الينا. إنما البروتستانت يقول لك لو مش موجودة في الكتاب المقدس أنا لا أؤمن بيها. طب أنا عايز أسأل سؤال، أنت النهاردة مين اللي قال لك إن إنجيل متى ده إنجيل سليم مش إنجيل محرف؟ هل في إصحاح في الكتاب المقدس يقول إن الأناجيل الأربعة هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ لا، فيش حاجة بتقول كده. طب انا عرفت منين ان الانجيل الاربع انجيل دولت هما الاربع اناجيل السليمه وبقيه الاناجيل زي انجيل بطرس وانجيل برنابا دي اناجيل مزوره؟ مين اللي قال الحكايه دي؟ التقليد. استلمنا بالتقليد ان الاربع اناجيل دولت هما الاربع اناجيل السليمه. يعني التقليد اللي هما بينكروه هو اللي قال لنا على الكتاب المقدس اللي في ايدينا، ومن غير التقليد ده انا ما كنتش عرفت الكتاب المقدس. بلد يعني التقليد ده هو اللي قال لي ان هو ده الكتاب السليم. ده التقليد هو اللي قال لي كده. فان انا انكر التقليد تماما هما خسروا خساره كبيره. خسروا كل تعليم الاباء. خسروا كل طقوس الكنيسه. كل الليتورجيات بتاعت الكنيسه. اللي مزخر لنا فيها كنوز كتير. علشان كده المرجعية، هل المرجعية تبقى مرجعية الكتاب المقدس ولا مرجعية الكنيسة؟
مين الأقدم من الكتاب المقدس ولا الكنيسة؟ الكنيسة أقدم من الكتاب المقدس. الكنيسة هي اللي سلمت لي الكتاب المقدس. الكنيسة هي اللي قالت لي هو ده الكتاب المقدس. يعني لما ابتدى الرسل ابتدت الكنيسة تتأسس ما كانش العهد الجديد اتكتب. فالكنيسة أقدم من الكتاب المقدس. ومن هنا المرجعية هي مرجعية الكنيسة. المرجعية مرجعية الكنيسة. كل الطوائف بتستخدم نفس الكتاب المقدس. إنما لأن هم ملهمش نفس المرجعية اختلفوا في التفسير. قديس أغسطينوس يقول لا أقبل الكتاب المقدس إلا كما تفسره لي الكنيسة. ده شوف ربنا عايز يأكد على مرجعية الكنيسة. هقول لكم قصتين من الكتاب المقدس تبين لكم أهمية مرجعية الكنيسة. القصة الأولى مع بولس الرسول لما ربنا قابله في الطريق إلى دمشق. بولس قال له ماذا تريد مني يا رب أن أفعل؟ ده عاد بيكلم ربنا مباشرة. ربنا قال له روح لمين؟ لحناني وهو يقول لك كل حاجة. ده أنا رب بكلمك مباشرة. يقول له لا روح للكنيسة. ولما راح للكنيسة الكنيسة هي اللي عملت بولس الرسول. القشور وقعت من عينيه بعد المعمودية، اتغفرت خطيته بعد المعمودية زي ما حنانيا قال لبولس لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. يعني لما بولس قال له رب اعمل ايه؟ قال له روح لمين؟ للكنيسة. طيب اقول لكم قصة تانية. في غلاطيا بولس الرسول يقول لنا ايه؟ واعرفكم ايها الاخوة ان الانجيل الذي ابشر به لم أتعلمه من إنسان بل بإعلان يسوع المسيح. ربنا هو اللي علمه الإنجيل مباشرة. ربنا هو اللي شرح لبولس الرسول الإنجيل. بعد كده يقول إيه؟ ثم بعد 14 سنة صعدت إلى أورشليم بموجب إعلان. ربنا قال له روح بقى أورشليم. طب ليه؟ يقول لأعرض عليهم الإنجيل الذي كنت أبشر به لألا أكون قد سعيت باطلا. يعني ربنا قال له بص يا بولس مش أنا اللي شرح لك الإنجيل، مش أنا اللي مسجمه لك، بس أنا عايزك تطلع للكنيسة لأورشليم تروح تقابل بطرس ويعقوب ويوحنا وقول لهم ده الإنجيل اللي أنا ببشر به. إيه رأيكم؟ هل الكلام ده صح ولا كلام ده غلط؟ طب هو ربنا هيقول كلام غلط؟ لا، لكن ممكن الإعلانات والرؤى دي تضل للإنسان. ممكن الإعلانات والرؤى تضل ما يكونش حاجة من ربنا. عشان كده المرجعية للكنيسة مهمة قوي. فيقول لك فعرضت عليهم الإنجيل فأعطوني يمين الشركة وافقوا قالوا آه كلام تقوله ده مظبوط. الرؤية اللي انت شفتها دي رؤية حقيقية لألا ندخل في الغيبيات. لكن تلاقي كتير البروتستانت بقى ما يقولوش بمرجعية الكنيسة دي. تلاقي الواحد يقول لك ايه الروح قال لي، الرب قال لي. طب مش عارفك، مش عارفك ان الروح قال لك او الرب قال لك. ده ربنا نفسه لما كان بالحقيقة هو اللي قال لبولس قال له برضه روح واعرض على الكنيسة. ده أحيانا واحد يقول لي الروح قال لي ولا الرب قال لي وكلام يتعارض مع تعليم الكتاب المقدس. يعني مثلا تكون ولد وبنت ماشيين غلط مع بعض يقول لك الروح قال لي إن أنا أمشي معاك. روح إيه اللي قال لك؟ ده روح من الشيطان. ويكون قاعد مقتنع جدا إن الروح هو اللي قال له الكلام ده. فكنيستنا بتبقى المرجعية دايما للكنيسة. المرجعية للكنيسة. لكن التطرف بقى اللي بيحصل احيانا في الاستراكشر او في الممارسات الطقسية ان احنا احيانا نمارس الطقس دون فهمه
فيتحول إلى عادة، يتحول إلى روتين، وسامحوني في التعبير، يتحول أحيانا إلى عبادة أوثان، لأن أنا خلعت الطقس عن معناه وعن روحياته، ونسيت أن السبت وضع لأجل الإنسان لا الإنسان من أجل السبت. من هنا بالرغم أن الاستراكشر مهم جدا والنظام مهم جدا، لكن لازم أعرف الاستراكشر ده معمول من أجلي والنظام والترتيب ده معمول من أجلي، فأستفيد منه وأعيشه بروحانية. لكن لو عشته زي تعويذة كده مش هتفيدني، بل بالعكس ممكن تأذيني. زي واحد مثلا يصوم أهو بكرة صوم الميلاد كل سنة وطيبين، واحد ممكن يصوم كل الأصوات بتاعت الكنيسة، بس الصوم عنده مجرد تغيير الأكل بأكل، إنما مفيش البعد الروحي أو العمق الروحي بالنسبة له، فبقى الصوم هنا تعذيب للجسد. أيضا البروتستانت يركزوا على الخلاص والتبرير والثقة في التبرير، فتلاقي لو واحد بروتستانت يكلمك أول حاجة يسألها لك يقول لك أنت خلصت، وعندهم فكرة انك خلصت دي معناها خلاص. حتى ترنيمة اللي بحفظها للأطفال يقول لك رايح على فين، على السمع على طول، رايح 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 مهما تقول. ويرفض ان الانسان يقول انا عبد ربنا وانا انسان خاطي، انما التعليم الارثوذكسي انا عندي ثقه، اللي في اذلنا ثقه للدخول بالاقداس الى الاقداس بدم يسوع، عندي ثقه. لكن ايضا الكتاب يقول لي لا تستكبر بل خف. ده بولس الرسول نفسه لما اتكلم عن نفسه قال الخطاه الذين اولهم انا، قال الخطاه الذين اولهم انا. نعم، لما يجي واحد يقول لك ما تقولش ان انا خاطي لان ده تعليم شيطاني، ده كده بيقول على بولس الرسول نفسه انه تعليمه تعليم مش سليم. ده بولس قال على نفسه الخطاه الذين اولهم انا. ده مره عملوا دراسه كده في وصف بولس الرسول لنفسه، فوجدوا ان بولس الرسول وصف نفسه حاجات كتير. مرات يقول اهم رسل المسيح اقول كمختل العقل انا افضل، فقال عن نفسه هو افضل من رسل المسيح. بعدين مره تاني يقول ان انا لست مستحق ان اضع رسولا لان اضطهدت جنسه الله، فابتدى يعني في الاول قال انا افضل من رسل المسيح، بعد كده قال ان انا لست مستحق ان اضع رسولا، ويقول لك في اخر كل ظهر ليك السقط. السقط زي البيبي اللي امه بتسقطه. بعد كده يوصف نفسه يقول انا لسي كنت قبلا مضطهدا ومجدفا ومفتريا، وبعدين يوصف نفسه يقول الخطاه الذين اقولهم انا. فقعد يحط الاوصاف دي بالترتيب في حياه بولس الرسول، لقوا ان في بدايه ايمانه قال افضل الرسل، وقبل ما استشهد قال عن نفسه الخطاه الذين اقولهم انا. يعني كل ما الانسان بينمو في حياته الروحيه وصفه لنفسه ان هو خاطي بيبقى واضح. اي نعم انا خاطي والخطاه الذين اقولهم انا، لكن انا عارف ان السيد المسيح مات على الصليب عشان يبررني،
مات على الصليب عشان يديني هذا الخلاص، وانا بقبل الخلاص ده كعطيه مجانيه من الله، لكن بقبله وما بقولش رايح 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 مهما تقول. انا بشبهها احيانا ما بين التعليم البروتستانتي والتعليم الارثوذكسي والتطرف الارثوذكسي، يعني زي ما قلت لكم احنا احيانا عندنا تطرف. يعني مثلا لو انت واخد عربيتك ومسافر من هنا لأتلانتا، ما احنا في رحلة، يعني احنا رحلتنا لسه ما كانها رحلة سفر. فلو قال المتركب العربية واحد، لو واحد بوستانتي او منهجه بوستانتي، يقول له هتوصل أتلانتا، يقول له اه رايح 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 مهما تقول. طيب في احتمال حاجة؟ يقول له لا فيش حاجة تحصل، هوصل هوصل. في التطرف الارثوذكسي، وده مش ده التطرف، ده مش تعليم الكنيسه الارثوذكسيه، تقول هتوصل يقول لك لا 99% هتحصل لي حادثه هموت في الطريق. شوف مثلا كم واحد فينا يقول لك عم السما دي مش لينا، احنا هنخش السما؟ لا لا لا، ده احنا بس لو جينا على الباب يبقى كويس. ده مش تعليم كنيستنا، لكن للاسف كتير مننا بيفكر بالطريقه دي. انما الانسان بياخد عربيته وسايق طبعا عارف انه هيوصل بنعمه ربنا أتلانتا، انما في احتمال يحصل حاجه، احتمال موجود، لكن عنده ثقه في حمايه ربنا وفي عود ربنا ان هيوصله بالسلام باذن الله. فما فيهاش التطرف بتاع رايح رايح مهما تقول، وما فيهاش التطرف بتاع لا 99% مش هوصل، انما في ثقه، ثقه للدخول الى الاقداس دم يسوع. انما مع هذه الثقه ايضا في احتمال، زي ما بولس الرسول في عبرانيين 2 يقول بالرغم من وجود وعد للدخول الى راحته لنخف لئلا يسقط احد منه. اه في وعد، بس خلي بالك ممكن واحد مننا يسقط من هذا الوقت. انا ابتديت وقلت ان الشهداء دفعوا دماءهم علشان يحافظوا على الايمان، فانا عايز اقول الايمان ده ميراث غالي، ميراث غالي. ابائنا دفعوا دماءهم عشان يورثونا هذا الميراث، وده اللي دخلنا السنه. مش عايز احنا بقى نمشي ورا العواطف، ورا الانفعالات، ورا حاجات كده تخلي الانسان يضحي بايمانه وبعقيدته. لازم نكون ثابتين في ايماننا، ولازم يكون عندنا القوه والشجاعه اللي احنا ندافع عن ايماننا. وزي ما شفنا قد ايه المنهج الارثوذكسي منهج مشبع. اي نعم في تطرف، لكن احنا ضد التطرف ده، احنا عايزين نعيش المنهج الارثوذكسي كما سلمته لنا كنيستنا، كما سلمته لنا كنيستنا، ونبعد على اي مناهج اخرى، لان المناهج الاخرى دي خطيره ومتعبه. فحد بيسال عن موضوع العواطف فبيقول طب ليه ما استخدمهاش كدفع؟ انا قلت مفيش مانع، لكن ما بقاش الروحانيه كلها روحانيه عاطفيه اللي بنسميها ايموشنال كريستيانيتي. يعني مفيش مانع ان يبقى في جزء عاطفي، انا مش ضد الجزء العاطفي، لكن ما تبقاش كل الروحانيه مبنيه على العاطفه. هتقول ازاي احنا لما بنقول ان هم بيركزوا على سيد المسيح بس احنا بناخد ايد ضدهم؟ ما احنا اتفقنا
ان في الجسد في الراس وفي الاعضاء. لما انت ركزت على الراس فقط بدون الاعضاء، اي عضو في جسدك زي ما له علاقه بالراس له علاقه بالاعضاء. وهذا الجسد لا يستطيع ان ينمو، هذا العضو لا يستطيع ان ينمو لو ما لهش علاقه بباقي الاعضاء. علشان ينمو هذا العضو لابد يكون له علاقه بالراس وعلاقه بالاعضاء. وده جسد المسيح. هل تتخيل ان يوجد راس والراس دي نازل منها كده قلب ونازل منها رئه ونازل منها كبد ونازل منها طحال وكل ده مش مرتبطين ببعض والانسان يقدر يعيش؟ طب كان ربنا قال حب الرب الهك فقط، ما قالش حب قريبك بنفسك. لما سئل قال له ما هي الوصيه، ربنا رد على بوصيتين. قال له ما هي الوصيه العظمى، سال بسرعه الوصيه. كان ممكن يقول الوصيه العظمى حب الرب الهك من كل قلب، انما ربنا رد وقال ايه؟ حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، والثانيه مثلها حب قريبك كنفسك. يعني حط الاثنين في نفس الدرجه، محبه الله ومحبه الاخر. وشرحت لك لما ادم كان عايش في الفردوس واتضايق، ربنا ملوش ركز عليا انا بس، ده ليه بدور على حد تاني؟ بالعكس ربنا قال ليس بعيدا ان يكون ادم وحده. فالاثنين مع بعض ده مهم جدا. حد بيقول يا ريت يبقى يكون في اجتماع للشباب بالانجليزي في زيارتي، يا ريت الأبهات يرتبوا حاجة زي كده. لما نكون بنزور المنطقة نعمل اجتماع بالانجليزي. حد بيسأل على زيارة البابا لينا هنا، البابا يعني عنده خطة كده في الزيارات، قال هيبتدي يزور بعض الإبرشيات في القاهرة في الأول، بعد كده هيزور أفريقيا، بعد كده هيزور أوروبا، بعد كده هيجي يبارك هنا في أمريكا. فبإذن الله سيدنا البابا يجي وناخد بركته هنا في أمريكا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، فأنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب، نعمة الدين الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة محبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، السلام ربكم معكم، كل سنة طيبة.